بعيد انت على الكلاشيت وجو الكلاشيت. ما فهميش علاش. ما هو يقول لك في الداخل في ثقافه الراب الكلاش اللي تجي تسر تقول له علاش عملت كلاش يقول لك ثقافه الراب. يا وي كلاشي فلان وبعد هيك يقول لك لي انا ما كلاشيتوش. ما لازم تكون كلاشيت تونس كامله عالمت بيك كلاشيت فلان انت وبعد تقول لي ما كلاشيتوش يكون واقعي على الاخر يا سايب عليك اخويا. يحب يحكي في الاعلام يحب يكلاشيه لبرا ما مش في الاعلام. انت يا اخي على جيبك الاعلام خاطر في باله بيك انت سبيت فلان تبدا انت تقول له ليه ولا انا ليه ما نقصدش ما هو كان زيد قدو. انت مش كان زيد قدو هي هذيك اللي هو دار نفهموا احنا رابريت وهو فاهم شيء ذاك مي في التلفزه يدخل البعض ولا سبوار. انا كسب فلان ولا سامحني في الكلمه معناتها مش سبو يعني كلاش كلاش هذاك لطيف نقول راني كلاشيت فلان علاش على خاطر كذا كذا سينو ما فماش علاش ما فماش علاش لا ما نكلاشيش انا مش نبيش نكلاشي كان ان شاء الله هما كيجي واحد به تنكلاشي. راني نلقى في اليوتيوب كليب يدور على اليوتيوب مش في الشين نتاعك. هي الاغنيه نتاع ناشطه. اما شكون اللي حط التيتر كي تدخل معناها في الاغنيه تلقى اغنيه ايكاروس اللي خرجت عام 2016 ناشط. اما التيتر مكتوب فيه كلاش كلاي بي بي جي 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 سانفارا ايكاروس مثلا هذه تسحق نقرا بالحكايه فهمتني استعملوا لي في حقوقي ما نجم نعمل حد شيء انا خاطر الموسيقى هذيك تفسخت لي مشين تهبط عباد اخرين بون يقول لك اكاروس كي شي هبط هو اكاروس ناشط في شين اخرى العباد مش باش تدخل له فهمتني اللي هذا عامل الشين انا فسرها هكايا الحكايه يقول لك اكاروس الناس تعرف الشين نتاعو انا ماهيش هابطه في شينو العباد ويلفت بك العباد تهبط او فلان او فلتين ما عادش يدخلوا لهم كتب هو كلاش كذا باش يبيع بيه باش يدخل الفلوس وكل الفازيت هذوك مسحقوا نقابه باللي حقوقنا التاليف والدنيا نتاعنا خليه يحمي وين علاقتك بيهم مثلا كلاي بي بي جي 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 سانفارا قلت لي صحاب انت وي فما كونتاكت بينك وبين لي رابور الاخرين معناها تعرفوا بعضكم تحكي مش كل مش كل مش كل صح صح حتى كان تقابلنا ولا سلام سلام سافا سافا اكثر منه لي